بسم الله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. عاوة أبين سبت إسو قليسة بشا سغا بشا طبانات نأيتاي لباتين يوسديد لبكون لواتين يا لواد ميلادي، وحنعاو هلكن كبلابينا إن شاء الله تعالى كتاب كل إرادة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر والحافظ من حجر العسقلاني وسكليه هاي إن وأنا كمدة السلسلة دي أنسوي إني أو علم مصطلح الحديث وكتاب كوبادا صور مين أوها متن البيقونية، هذا هو متن اللبات أم كتاب اللبات منظومة البيقوني، عفوا منظومة البيقوني أن كسر بحنا صور ميني هل كان عاو إن شاء الله حكوا بلاينا عن كتاب اللبات وسلسلة إذا كمدة أولي لها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ الحجر وسكليه أنت أنا كتاب كأنا أوجد قلين لو مقدمة أو كقوام بانكهر مرنا دولي يرادو مقدمة الكوباد وتعريف موجز عن كبي حنينه مؤلف ككتاب كقري نخبة الفكر مقدمة اللبانة وحكو صاحب سنتا إذن كتاب كنخبة الفكر إن شاء الله شرح دونا بيكو صاحب سنتا مقدمة اللبات مقدمة الكوباد ترجم تعريف كوبان أنا ربنا إنها كبي حنينه كتابك محوها مؤلف كتابك قري وحيك كوبان تهي إلا لح مسألة أما الرموت ومد كوبادة وقتك مقعيسي إيو وقتك لدالي مؤلفك ومد الأباد شيوخ ديس كوا أوم شورسا ومد استدحاد أرض ديس كوا أوم شورسا مدة أفراد ومؤلفات كيس كتب تيس كو عام سنة ومشهور سنة ومدة شناد وحويا مناسبتها أما جوينك أما حالها وصوقفتي مناسبت وصوقفتي مؤلفك ومارتي وكسو شقيهي مدة دنبيسة وحويا وفاته وقت أولنتي تاريخ أولنتي رحمه الله تعالى أرتا أن أدنكوه رمرنا مجد عيسى وحلي هذا وشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود الكناني العسقلاني الشافعي ولا يقانه ومشهور حكيها ابن حجر العسقلاني وحا والله علي في شهر شعبان بش شعبانك سنة طلب بقول تواتني سيد حتجيل مركهت طلب بقول تواتني سيد حتجيل مركهت بالله مصر أنا لقول دالي علماء سيقول هانو حيوت المعمائين القاهرة لقول دالي وحو برباري إنه أصويتين ومحو هاي أغانا أبيهس وقيري يودي أصوغو أفر سنة جيرو هويديسنا واب كسي هوريسو حلقا كهرا باي جيريوت كدبنا أبيس وحكاق دردارمي لونين أو ساحبي ديسها ومحوها هاي الرق آدو جعلا كميدة ونين لير هذا شمس الدين ابن قطان المصري إنن كلال لير هذا الخروبي لوا نبو كلا دردارمي تربيين ذا يو أحبار رشيد ومحوها أغانكاس مركوها هاي لحسن شانس المركو قارنا وحاويا وحو لقي مالا قرآن كل غبرتا كدمنا قرآن كأيو حفدي أسوى عمر قيسو إيهاي نحو هاي سغال سنة أسوى عمر قيس سغال سنة وشير سغال شير أيو قرآن كحفدي دات كان وحو تيجي إمام النقدي مالا بدن أسوى عداء دي سايرتهاي صلاة التراويح أيو حرم المكي أيو دات كتجي أسوى محوها هاي لبيتون سنة شرة
سي كتب محو التراجم أي شيء جيس إن وح قرآن كمركو برتسي عادة يلاقن كدت كهر هاني جرتي وحاو بلا وبر وشذ وحو بري محو وحو بر وحو بلا إنه برتو إن محو هاي علوم تكلا شرعية قرآن كمركو حفظي كدب إن محو برتي لغة عربية اللغة العربية وحاك لو برتي محو هاي أدب العربي يو فنون تأدبت يو شعر كيو وحصل أم بوبرت إيه تاريخ ده يو أحاديث تنو بوبرتي إن كده مركو سنة كيس مركو جاري لاتن سنة مركو جارينا وحأد لوجع ليسي وأد وجع لادي إن علوم السنة النبوية إن كده منه محو هاي إذا سؤال دي أد محو هاي وجود ذلك إن علوم هذا بلد كيس جوتينه إن علمي وكبرتي مركو علوم هذا بلد كيسة علمي كبرتي إسي عادة لقن كترجع هراني جرت سالفك إن وحاول يبقالو إن كلو صفري إن سيد يمن يو شام يو حجاز يو علوم هذا دول كجوكتي كل أو مشهور سنة أي علمي كقاتي إن علوم هذا حشة كان رجع علوم هذا واحد وكقاتي علمي وكقاتي إلا شام بقول أو شيخ علوم قارن حيب جارسي أنا اللي حبقول يو زيادة شيخ إن واحد علمي كقاتي بامحو هاي با أي محو هاي الشيء عن علومه إن شيوخ ديسا كو مشهور سن إن وحاكمي ده أبو الحسن الهيثمي وفربدين لكن أنت كو مشهور سن أبو الحسن الهيثمي أبو الحسن الهيثمي إن حاكم لكمي ده ابن ملاقن رجع كله ورجع كتبه له ومحو هاي فن الحديث يو فنون با كتبه كقري وحاكى لك ميدا رجع علوم ذي سوهم مشهور سنة سراج الدين البلقيني وانت بدن واصيل لفتي سكوي دلاق حافن الحجر شيخ الإسلام وعكوي دلاقة شيخ الإسلام البلقيني مركو تلمام هاي علوم ذي نحيش عن قفك وهري أو إدمي إنه علم التدريسي أو إنه فتوى أسوها شيخ يس البلقيني أيها إنه هو إدمي قفك وهري أو إدمي إن شيخ وهري أو إدمي إنه نمحوها علم يدت كبره أو نمحوها فتوضة إن شيخ سوى هاي باي كتب تراجم شيء سا نمحوها سراج الدين البلقيني إن وحكى له نمحوها مشايخ تسكمد الحافظ العراقي أو إسكال ألفية نمحو معروف قال يقان ألفية الحديث ألفية العراق اللي يقان إن وحكى له كده محمد الجزري كمدة أرض شيوخ ديسة وحكى له كمدة نمحوها إن فيروز أباد وكمدة وصاحب قاموس المحيط باكميدا أما أرض ديسة وفرب ذيهن أرض ديسة نحاويان علماء وووين بأبنائين لكن كوه مشهور سن وحدا سوق وانا الحافظ السخاوي سخاوي أو معوها يتقان تاني صاحب كتاب فتح المغيث كو شرح ألفية العراقي كتاب موسوعة وما شاء الله يدوين أون محوها نحوها باب كيسة نحوها عمدكوة وحاكى له كميدة بقاعي باكميدة أرديس زكريا الأنصاري المعروف ومشهور كل يقانا باكميدة وحاكى له كميدة ابن قاضي شهبة وحاكى له كميدة ابن فهد المكي بأرديس كميدة وحاكى له أرديس كميدة لها كميدة ها القاسم بن قضلوبغة وحاشي كله كتاب كيس شرح ونخبه وكل شرح إلى نزهة النظر نزهة النظر أي حاشي وكله هاي أرديس اللي راد قاسم من من قدلوبغة وأنا أرديس كوا أيكمتها وعاك ولا كميدة أرديس رجوا مشهور سنة نكل يرى الكمال ابن أبي الشريف وأصلا حاشي كله نزهة النظرك أصلا حاشي كله وأنا مطبوع حاشيس ومطبوع رجع سا كميدة ها هو أرديس إن حافظ من حجر حال الشجع إنه حق التأليف التصنيفك إنه باللابي كتب ألفيد يقريست كتبها إنه باللابي عمر جيس أسوأ وشير لواتين يو سد حسنه إن إلا وكرن إنتنا محوه تأليفك وكشري إن حافظ حجر حافظ السخاوي وحوش كتبته قري إن آدي أدو فرب ذيهن إلا محوه هاي لو بقولي تواتن بوش إمام السخاوي كتابين قري إن علماء قارن مركز تتبعين إلا لو بقول سديتين يو زيادة بيجارسيين سديتين زيادة بي جارسيين كتب تيسا كو مشهور سن وحكمي دا كتابك عام كود قانتان فتح الباري شرح بشرح صحيح البخاري وحكى الكمي دا تهذيب الكمال
وحاكى الكمية كتاب لسان الميزان تهذيب الكمال لسان الميزان وكتب المحوها تراجم الرواة عموما علم الرواة علم الرجال وكاهلان وحاكى الكمية كتب تيسة التلخيص الحبير وأصلا التخريجة وحاكى الكمية أصلا كتب تيسة ومصطلح الحديث الفقري النكت على مقدمة ابن الصلاح تغليق التعليق كمدة مراتب المدلسين هذه كنا تدليس كأي كنا أصلا كتاب فقري كتب تيسة أنت بضن محوى فن الحديث الفقري أنت بوا عمد كتاب كستباب كيسة أي عمدك فيه وكتب مارتي محوى حق علماء الحديث أيد يوهر مريان مركة لقى حظ هاي على سبيل المثال هذا فيري أن معرفة الصحابة كتب تلقي قري وفر بذيهن لكن كتاب كيس الله أوهر كتاب كلي الإصابة في تمييز الصحابة بأوهر ومحوى هذا أسقى محوى الأوهر مريا مركا حق محوى أوسع نمذي شمول نمذي حق محوى هاي تهذيب كي تحقيق محوى هاي مسائش يعني تفتر وحصور مرك لفيريو كتاب كيس الأوهر مريا كتب تباب كالله قري مركا حافظ من حجر أن أرنت أيضا أن أسر تجلي أن رجع هرا كذري علماء كذري سي كفى إذاستي كده من أسانه محوه هاي ذكاء فهمه إلهي أسي أيو مارتي أن أيو كلمة استي ووحلي را الاستقراء والتتبع بومارتي أيو سميني شري كده من محوه قولك أورها جحسن يقولك أوحوق بدن أيو مسائش أنت بدن أيو مرا مركو علماء سوكي وحي علماء الشيغان أن إنه مارت إلهي علم أفره أو علم أسهله أو فهمه إلهي أفره أيوبيها زمزمك أيو عبي أو محوها إلهي أس إنه إلهي أسيه فهم أم الذكاء لمدة كي أو إلهي مار الذكاء جي شيخ يسا حافظ الذهبي إمام الذهبي أو لقط المعمى آية في الحفظ إمام الذهبي إمام المزي محوها دار قدني رجع نحلوها يضرب به المثل في الذكاء والحفظ مركا شيخ يسا إمام الذهبي فهم ذي حفظ ذكاء إلهي أسيه أقل إنه إلهي سيه أيو بيها زمزم كوح عباي محوى كتب التاريخ وسيه محوى تراجم الشيغان علم الحياة فكأنه فاق عليه وهو كسر مرأي لذين من حافظ من حجر فهم ذي ذكاء إلهي سيه مركا لا مقارنة كي او شيخ يس اللي سيي محو امام ذهبي كاسا اسقاب كو سر مري يرادن اسابك كو سر مري باليري ان مناصبته او مهم سن او سو قبت حكمده ارت سق رغا اور علماء خاصه علماء الحديث انت بمناصب ما ين جعلان جرين خاصه مناصب حكوميه او حق الدوله يو ما ين جعلان جرئات ما ين جعلان ان بل والسكو جرحين جريو قاربان اي كميده markay manaasib dawladda ka qabteen waa lagu jirxiyay een waxaynu arintaas u laabaneysaa yani qofka muxuu ahaay imaamka marka joogo mansabka loo qabanahay oo dawladda madax ka ah marba sidoo maarati asaga ku dhaqanka diinta iyo culimada iyo inta uu dhaw yahay baa muxuu ahaay asagana ayaa loo ciibaarin jiray almuhim een xafim hajar marka lagu cilciliyo lagu cilciliyo kadib wuxuu ogolaaday inuu u tawaliyo mansabka qadaa qadii alqudat ونقض حيث الحل جيسة وحونا قاضي القضاة وها لواتين أيو كوس سنة أيو محوها أيو منصب كاس أيو هاي مناسبتك الوقف تحكمي ذا جامع الأزهر وخطيب كنقضي جامع عمرو العاص وأصلا إسلا القاهرة أصلا وحو كنقضي أصلا محوها هاي خطيب كنقضي وحاكا لأو تولي منصب كإفتاقة وفتوضة أي محوها مفتي وهاي الدين تفتوني جري شرع إسلام كي الدين إسلام أكثر من 30 سنة أي مفتي أيها أي منصب كافتاج وحوجو محوها وتولي أكثر من محوها 30 سنة حافظ حجر وحول أنت رحمه الله تعالى سنة مركا هيجري سديد بقول كونتني لوضي هيجري زيد بغل كونتني لو تجد مركا هيد با ايو جيريودي رحمه الله تعالى اما مفردد اللبات محوها اما مقدمد اللبات او كساب سن درس جينا عاو وحوي ونخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر كتاب كان وحا ايضا كسو كوينا ان شاء الله تعالى مقع محل ارادة كتاب كان محل ارادة مقع عيسى صوبك ومؤلفك وقري صوب التأليف
منهجيد ومري مؤلف كتابك كقري أهم الشروح شروح ده ومهم سنة كتاب كان علماء ومهم سنة شرح دي أما شروح دو عام سنة إذا نقطة لح أفراد وحويا شنات نحو هاي علماء النظمي أو نظمي وبدشي علماء النظمي وبدشي النقطة قدام بس أمر قدام بيه أو إذا نحو هاي مقدمة داس وحويا أهم مختصرات نخبة الفكر يعني كتب رقصوا اختصاري مختصر كان محوها نخبة الفكر نخبة الفكر مختصرة بعدين علماء يسي اختصارين اختصار كادين السي شرحي علماء النظم يسي النظم يقوضا هادين أي محوها يبع علماء كلا السي شرحين وحصول وحي دليل أتاي محوها وحي دليل أتاي إنها قيمة كتابك وليها هي أهمية وليها حق إسلامك المسلمين تأيو خصوصا أهل حديثك يعني علماء الحديث مهم أوليه كتاب كان أي واحد صورنا محو أرنتا صورنا عدين أي أتهاي كتاب أدي أدلو اعتكافي كرك الوجدول اعتكافي أو علماء محو هاي أي قار نظميين قار محو هاي شرحين قار محو هاي اختصاريين هداركته وحويا وحي عدين أتهاي أهمية إيو فائدة كل حجرت كتابك إذا كتابك نخبة الفكر علماء الشرح دي وحكمي ده مؤلف نفسه مؤلف كلفتيسا شرحي وحكومة غعاوي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر بحكومة غعاوي أردت أنت أن نحو هاي الشرح أنا أقلن هذا ترتيبك كسو عنا موعة بحالي لذا موعة كتابك وحالي لذا أرقي علماء تحقيق جيس الرسالة أنت وضبان أي شيء نخبة الفكر في مصطلحي أهل الأثر ما عاسى محوها علماء التحقيق جيسي محوها كتابك نخبها ومخضوضات كيسي وجمعي سجيسي انت بغن كتابك وحي شيئين ما عاسى انه ليها وحالي لا نخبة الفكر في مصطلحي أهل الأثر أما سوك اللي في كتابك مؤلف رحمه الله تعالى عصيقا نوشيك دونا وحو يري بعض الأخوان باي ويديين بيري علماء قار كميدة أي ويديين ولا لا قار كميدة إن محوها هاي أن أسوق هوا مصطلح أهل الحديث كه يوم حواها مصطلحات كود يوم وحيلها مارت يكون شيء إنه محوها قواعده إن أسوق هوا أنسوق خلاصيه بمحوها هاي باي محوها بعض الإخوان باي ويديم بيري كده من وقت أجيب بيري أنا ورجعين هاي علماء يجوا رئيسي قابك وحوا ألفيني قابك أي محوها هاي طرق دائمًا إن رجع كم النقطة أو مارت الرسالة لو انتفاع سي كتبه كهريب لو انتفاع وفن على القري بانو أرنت رجينها بانحوي لأن كأجيب لسؤال بعض الإخوان كدب علماء قارو حي شيئا سيدا كتب تراجم قاركوت أم شراحة قاركوت نخبة الفكر كمركو صوخ خلاسي وصوخ كوبي ومحوها كتاب مختصر أو كرقي أو مصطلح أهل الحديث أو صوخ انت بانكو صوخ كوبي با قاركود هادين وحي كعسين وفرفره قاربا محوها ملا قارا وحاوي على شكل رموز بين نقطين ومحاي أنا مارت أدلو فهمين إلا محوها لشرح مو يعني إن وحال الشيغا إن أرض جيسة إن محوها اللي رادة كمال الدين الشمني شمني ننك اللي رادة كمال الدين شمني ننكاس شمني ده حاوي كمال الدين حالي رأي كمال الدين الشمني والي رأي ننكاس بمحوه هاي بأرضيس الرقوة عام سنة كميدها أيو يري شرح كدبنا وشرحي وحكو شرح كتاب لي رأي نتيجة النظر نتيجة النظر مركا حلقية وإنو مارتي رأي قيس وسبدليو أما مسن كوقنعين المهم أساقا مركا دبيسي آيات تولي إنو شرحه وحونو كوما غعابي محكومة غعابي نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر في نخبة الفكر ما نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ان كتابك ان وحوشي محافظ من حجر إن أرضي مرلوات الدين يكعد سيدين إن مارتي محوها هاي شرح أصار كتابك
marka ma kuwii hore oo nuqbatul fikrka inuu soo khulaasay ahlulxadiidka musdalaxaadkooda kuwii ka codsaday miya mase kuu kala labada waa la yidhi almuhim matniga muxuu ahay nuqbatulfikarka inuu alifan waa laga codsaday nuqbatulfikarka inuu muxuu ahay sharxa oo nusatu nadarka ku sharxana iyadana waa laga codsaday labadaba marka dalab bay ku yimaadeen asagaab sheegay wuxuu yidhi muxuu ahay saaxibulbeyti adra bima fiihi sidaasuu yidhi kitaabka marka muxuu ahay qaabka uu alifay mu'allif raximahullahu tacaala asagaa sheegay oo muxuu yidhi waxa weeye waa codsi بعض الإخوان حقوت كيمن سووا تأليف مركوة تأييدة أما منهجية كتابك منهجية مرتبة مناسبة أيوك قررت مؤلف رحمه الله تعالى كتابك بل علماء ذو حي الشيغان وحل إلى طريقة الصبر والتقسيم أيو مري أن لوغوه الرينين يعني إنك إنت علوم الحديث إسكو بابك أو محوها إسكو مناسب إسكو محوها يعني إسهوزقيل كرتا أما علاقة للي إسلاله إنو ما ارتهار الميل وكوشيغا oo maartay magac guud inta u sheeg hadena uu kala qaybiyo oo maartay sidaan muxuu ahaay arki doona kitaabka waa dariiq muxuu ahaay jadiida oo asagaan lagu horeyn bay yiraahdeen culimada waa dariiq aad iyo aad muxuu ahaay mubtakir ah oo munaasabna ah saa darteed waxa weeyaan cibaaraad fududna kitaabka ku qoray muxuu ahaay waana soo khulaasay si maartay dadku u xifdiyaan si dadka ay dalabata cilmi u xifdiyaan inta badan kutubta mukhtasaraadka ah waxa loogu talagalay in la xifdiyo baa inta badan loogu talagalay oo muxuu ahay dadka hore way xifdin jireen mukhtasaraadka way xifdin jireen marka dariiqa wuxuu ku qoray mu'allif raxmahullahu ta'ala kitaab munaasab ah oo muxuu ahay inta maaragtay calaaqada isla leh culuumul xadiisba hal meel uu ku sheegahay saa darteed muxuu ahay waxyaalihii lagu bushiyey rag asaga ka horreeyey inta badan asaga uu ka nabadgalay laguma bushinin waxaa kaloo muxuu ahay kitaabka muxuu ahay kamid a manhajiyi miisadiisa kamid ah anwaacu culuum alxadiis inta badan wuu sheesheegay oo qeybo badan oo hadda muxuu ahay raggii muxuu ahay kutubta beequuniyada hadda aan ku soo marin buu sheegi doonaa marka kitaabka siduu u kooban yahay iyo anwaacda uu ku sheegay gudihiisa waxa weeyaan waa maasha allahu aad iyo aad bay muxuu ahay ay u qiimo badantay muxuu ahay kitaabka waa kitaab muxuu ahay mukhtasa yacni gaabnidiisa iyo wuxuu koobi waxa weeyaan isma laha waxay anwaacad aan soo marin uu sheegi doona waxaa ka mid ah muxuu ahay jarx wa tacdiil waa tilmaami doona alfaad maraatib jarx wa tacdiil wuu tilmaami doonaa waxa weeyaan siiq alaadaa waatxamul waa tilmaami doonaa anwaaca kale oon soo marinna uu sheegi doonaa waa kitaabkan ku arki doonaa laakiin waxyaalaha lagu ceebeeyey waxaa ka mid ah kitaabkan nuqbatulfikarka yacni meelaha qaar inuu aada iyo aada usoo gaabi oo mukhtasar yacni jidan ikhtisaar oo muxuu ahay mukhil inuu meelaha qaar isticmaali bal waxyaalaha weeye meelaha qaar waxaa arkaysaa yacni shakli rumuus ahaan buu ka dhigay bay culimmada ay ku naqdiyaan laakiin tii iidaheed waxaa loo kaaftoomi karaaba asagaa muxuu ahay furfuri oo sharxay oo nusata nadarka ayuu ku sharxay kitaabka saa darteed maxaa weye asaa furfuri meelaha qumuudku ku jira meelaha muxuu ahay aada maaragtay ikhtisaarka aada maxuu ahay mukhilka maxaa loo malaynaya waxaasoo dhan asagaa muxuu ahay baa faahfaahiyey oo kitaabkiisa nusata nadar ayuu ku faahfaahiyey marka kitaabka waa kitaab sidaas qiimahaas u leh manhajiyadaasna ku socda ahamu shuruux shuruuxda ugu maxaa ahay ugu mashhuursan oo kitaabka culimmada ugu badan oo sharaxdi asaga mu'allifka ka mid ah saan hore u sheegnay nusat nadar fii tawdiix nuqbat alfikar oona muxuu ahay aada aragteen wax badan asoo gooni muxuu ahay madbuuc ahn waa jiraa asoo nuqbatulfikarka ku dhex jirana waa jiraa oo muxuu ahay inta badan waa isla socdaa waxaa kaloo ka mid ah kamaaluddiin shumuni almutawafa sana 821 ninkaas kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa ardaydiisa dadka u mashhuursan buu kamid ahaa natiijatu nadar baa la yidhahdaa waxaa kaloo ka mid ah shuruucda kitaabkan abulfadl ragga sharxay abulfadl axmed ibnu sadaqa alqaahiri isagana kitaab wuxuu ku magacaabay uu ku sharxay cinwaan macaani nuqbat alfikr waxaa kaloo ka mid ah ragga sharxay maxamed cabdirauuf almanaawi oo asana ku sharxay kitaab la yihahda
نتيجة الفكر وحاكو لكم إذا رجع شرحي ومحوها هي نخبة الفكر رجع شرحها كم إذا من همات الدمشقي وكم إذا وحاكو لكم إذا رجع معاصرين تا أو شرحي دكتور عبد الكريم خضير ونن معاصر هذا جو حفظه الله رجع ساكم إذا رجع شرحي شروح بنا سكشرت لكن أنت سامحوها بقوم مشهور سن أما علماء النظمسي أو كتابك نظمي أبدا شيء وحاكم إذا إنك هذا الشيء كمال الدين كا أو أرضيس كمدة وحاكوا لكم إذا شهاب الدين الطوفي ومحوها هاي أرضي وأه محوها كمال الدين أرض وأها وحاكوا علماء النظمسي وحاكم إذا برهان الدين الدمشقي حاكم إذا علماء النظمسي وحاكوا لكم إذا رضي الدين الغزي باكم إذا أستغنى علماء كلا أيضا وحاكوا لكم إذا محوها منصور الطبلاوي وحاكوا لكم إذا صنعاني أمير الصنعاني صاحب سبل السلام والتقان تام معروف كمشهور كا وكتوف ربنا إسكاله كتاب كيسو حالي لذا نظمي كيسو حالي لذا صنعاني قصب السكر في نظمي نخبة الفكر قال لذا كده من واشر حي محكو شرحي إسبال المضر إسبال المضر بوكو شرحي كده من إسبال المضر كأدنو حاسي شرحيني لذا عبد الكريم بن مراد الأثري أورنين معاصرة وحكوش رحي شح المضر شح المضر صح عفوا صح المضر وسين صح المضر أيو كوش رحي مركا صح محوها صح المضر وشرح على إسبال المضر وإسبال المضر نشرح على قصب السكر ومحوها سنة مركا قصب السكر إيو إسبال المضر لو حاسلله حاسكله صنعاني لكن كان قال محوها صح المطر وحاسكله نينك اللي رادة عبد الكريم بن مراد الأثري ونين معاصر أبا أسكله وحاكل علماء النظمي كتابك وحاكمدة محوها كمال الدين الأدهمي باكمدة ينفر بنا وكمدة علماء كلا محوها اختصاري سي انت سوى النظمي علماء اختصاري سي باجرته ومحوها نخبة الفكرة أصوى مختصرة باهدنا لسي اختصاري باهدنا لسي اختصاري وحا علماء اختصار سحكم ده المرتضى الزبيدي نيك الشيخ اللي رادا في كتاب اللي رادا حقوق اختصاري بلغة القريب كتاب اللي رادا بلغة القريب وأنا كتاب مطبوعة وحا حق تحقيقي عبد الفتاح أبو غدة أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة وأني معاصر آيات تحقيقي كتاب كاس وحا اللي رادا نحو هاي بلغة القريب وحاكل كميدة علماء محو هاي اختصاري سنخبة الفكر كحكميدة عبد الوهاب من بركات الأحمدي كتاب اللي راد حكو اختصاري المختصر من نخبة الفكر وحاكل كميدة علماء اختصاري سي محمد إبراهيم الوزير وأسانا مختصر علوم الحديث كو اختصاري وحاكل محو هاي وفر بدين علماء بمبا اختصاري سي لكن انتهى صحفلها يعني كفايته حافظ من حجر وحال الشيء كتاب كان إنه ألفي أصوم مسافرة أصوم مسافرة أي رسالة ألفي سيدو صون نغلي من وزير اليماني وحان كسون نغلي صنعاني مركو شرح شرحي سوكو شيغي إسبال مضركس بوكو شيغي نحلي لذا محو هاي إن أصلا صنعاني وحكسون نغلي من وزير إن حافظ من حجر كتابك وقري أسقو محوها مسافرة رسالة ذا سكستبه هذا رسالة ورسالة آدية قيمة بدن ومحوها هاي علماء الحديث أي محوها كوكر اعتكافين ومحوها أول مهم تاي مهم أي تاي إنها إن لفهمه لحفظية قفك محوها هاي محوها هاي محوها حفظين كرو قفك كلامه وتركيزية الفاظ ذا إنه فهمه معاني ذا وفهمه محوها هاي وحانا إذن كل التالين لها مطني قان ما داما أو كيس دع كيل لباد ويهاي مركا كان ونقر لما هذا أرتو حد أغاتان علماء مركا كتب تان قرها يان قاب كي أترتيبين وحاوي يان وقاب أغتر قلان أرضي ربعين وفنقة كتخصص أو محوها هاي وحبا نينو كبر ترهو هذا مختصرات كان صومر كي هذا كتاب كان صومر محوها منظومة البيقوني ما قاب بيجو شيء بي أبيات وشوائم سا صدنيو يا أف أنواع وصدني لا ولكن أبيات وصدنيو يا أفر
طيب صدق إني أفرت النوع بيت وواح كوبن وي أنواع دو شيء وحاول صدق إني لبنوع كتاب كان إن شاء الله وحارك دورنا أنواع جديدة أو محوا هاي عصبا أو حق أنا كسر مرين أنا مارتي أن أركض دورنا أن أصلا كبرن دورنا كم مرة كان كجذب من كتاب كوكو حقنا وحال الرواسقنا أنواع عصبا أصلا كوسو زيادة إسه مركو حال لو بهاي هاي كتاب كسته أو مركا إذا إيه قعدت كويس إنا تركيزه نظم محوا منظومة اللي يقول قفك تركيزي أو محوا هاي فهمي أو حفظي أو محوا هاي وما أسايش كهذا يسافع أضرب دي هادو حاوي وما به نقوى إذا هادو علاسكو ما هيسو كتاب كمرك آخرين يحي زيادة أو محوا هاي يعني وكل زيادة وبو تركيزنا يهدنا كان كوحي إن شاء الله مرك آخرين ويح عصبان بمحوا هاي أصلاً أيا كوح عصبان مو يعني ويح أنا كوح عصبان وحاوي هادو كمو عصب صمة مرك السياسة لو بهاي فنجا محوها ما دام أو محوها هذا بلا وبلا أنا هنا أو محوها مختصر كتاب كل واحد مرينه إنه محوها ولي جان سان هاي سنة إنه تركيزنا أو حفظنا أو محوها كود دالنا أو مش سايش وكهذا هاي كتابك عن حوج صار إن شاء الله طريقة أن كقر أن محوها أن كأخرين دنا ودام أو زمن كومي هاي وقت ويري هاي وأسك ترتيب سنينا إن عشر كو أن جابينينا وحان التركيزين دونا إن شاء الله حوج صار دونا إن المتن كتابك أن محوها هاي أن محوها هاي أن أد أن فهمنه أو محوها هاي وحوك هذا أن فهمن أو محوها أن وعد التقاسيم توشيء هاي أن سفع وتركيزينه شرح ما آخرين دون أو نخ محوها نزة النظر لكن وأن إشارة دونا مالها مهم كأوحي إنه خصية أو محوها هاي مهم ك وأن تلمام دونا وأن شيء دونا لكن وح آخرين هذا حاول متن نخبة الفكر الما نظم محوها شرح أو محوها نزة النظر وحي مهم بان حوها بان كقادن دونا إن شاء الله تعالى وأنا محوها سيد عائد هاد ونسويدين دونا وأنا محوها محوها صوم راجعيننا كتابك هانا الجد دالو هانا التركيزيو عاو أنت هسا محوها كتشو جنينا وقتك أنت نقول ماضي هاين دمان إن شاء الله كتابك بان بلابي دونا أنت هسا مقدمة ومحوها عن الكتاب متن كتابك نخبة الفكر هاين دمان إن شاء الله بسيطة وبالله بدونا هذا وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.